معانا برضو خبر آخر ونروح بس لدبي ومشاركة المصرية في بطولة العالم للكاراتيه المقامة في دبي اللي هتستمر لغاية يوم 21 نوفمبر الجاري. وبرضو البعثة المصرية قدرت ان هي تشرفنا وضمننا 3 ميداليات. ده بنتكلم في أول يوم بعد نجاح خلينا نقول برضو أبطالنا أساميهم يوسف بدوي في الصعود للنهائي هنا وزن بنتكلم 84 كيلو جرام ومنة شعبان للنهائي برضو بوزن فوق 58 كيلو جرام ده بمنافسات البطولة وكمان عبدالله ممدوح لنهائي البطولة عشان ينتهي اليوم الاول من المنافسات هنا بنتكلم بضمان الميداليات الثلاثه وحاجه اكيد تفرح جدا وبدايه موفقه زي ما بيتقال. في ريال بقى اشرف على الصعيد الثاني خسرت في ربع النهائي وتنتظر يعني الطرديه ومنى شعبان تصدرت مجموعتها بالبطوله بالفوز في جميع المباريات اللي خاضتها ومنى شعبان برده خلي اقول لحضراتكم هي خاضت 4 مباريات تغلبت فيها امام منافسيها من روسيا وبعد كده سلوفيكيا والبرازيل والتشيك ده على الترتيب متصدره مجموعتها في البطوله فيعني حاجة مشرفة وبالتوفيق طبعا لبعثة الكاراتيه المصرية.